الحمد لله الذي أذل بالموت رقاب الجبابرة وأنهى بالموت آمال القياصرة، فنقلهم بعظمة الموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاسات الهوام والديدان، ومن التنعم في الطعام والشراب إلى التمرغ في الوحل والتراب. سبحانك أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك، ولا إله غيرك. حمدا لك يا من اعترف بفضلك وكرمك كل حاضر وبات، حمدا لك يا من اقترف من بحر جودك وكرمك كل رائح وغاد، حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك الكائنات فالسماء تقول سبحان من رفعني بقدرته وامسكني بقوته فهو ركني وعمادي، والارض تقول سبحان من وسع كل شيء علما ومهد مهادي، والبحار تقول سبحان من بمشيئته وقدرته وعزته وإرادته أجراني وأسال عيوني لقصادي وورادي، والعارف به يقول سبحان من جلني عليه وجعل إليه مرجعي ومعادي، والمذنب يقول سبحان من اطلع علي في المعصية ورآني فلما رآني سترني وغطاني، ولما تبت إليه تاب علي وهداني. وأشهد أن لا إله إلا الله، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه. من اعتصم بالله نجاه، ومن فوض إليه الأمر هداه، ومن اعتصم به نجاه. ارحم بعبده المؤمن من رحمة الام بولدها. يتوعدنا ابليس عليه لعنة الله ويقسم بعزة الله وجلال الله ويقول وعزتك وجلالك لأخوينهم ما دامت ارواحهم في ابدانهم. وعيد من عدو الله، لأخوينهم، لأبعدنهم عن الطريق، لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. يقسم بعزة الله وجلال الله. أتدرون ماذا رد عليه أرحم الراحمين جل وعلا؟ وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم. فقال له رب العزة وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. لا اله الا انت، وعزتي وجلالي لاغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. يؤتى بالعبد يوم القيامة ويقربه الله منه، ويوضع على العبد كنف الله جل وعلا، ويقول الله تبارك وتعالى لعبده يا عبدي اليست هذه هي اعمالك؟ اليست هذه هي صحيفتك؟ فيقول العبد بلى يا رب، انها اعمالي، انها صحيفتي. الاعمال سيئة والصحيفة سوداء والذنوب كثيرة والمعاصي غفيرة. يقول نعم يا ربي انها اعمالي. وهنا يقول العبد لله جل وعلا يا رب هذه اعمالي ولكنك سترتها علي في الدنيا. فيرد عليه الملك ويقول له يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة. سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم فيعطى صحيفة حسناتك. لا إله إلا الله. اللهم إني أبرأ من الثقة في الأرض إلا بك، وأبرأ من الأمل في الأرض إلا فيك، وأبرأ من التسليم إلا لك، وأبرأ من التفويض إلا إليك، وأبرأ من التوكل إلا عليك، وأبرأ من الصبر إلا على بابك، وأبرأ من الذل إلا في طاعتك، وأبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، وأبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم.
العظيم. اللهم تتابع برك وابتطل خيرك وكمل عطاك وعمت فواضلك وتمت نوازلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق على اعدائك وعيدك ووعدك، ولم تبق حاجة لنا الا قضيتها بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله، امام المخلصين العاملين العابدين، قائد الغر المحجلين، صاحب المقام المحمود، وصاحب اللواء المعقود، وصاحب الحوض المورود، يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي. يا مصطفى اللهم صل عليه. يا مصطفى ولأنت ساكن مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي، اني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي الا بغيرك اقتدي. لك معجزات باهرات شمة واجلها القرآن خير مؤيدي، ما حرفت او غيرت كلماته شلت يد الجاني وتاه المعتدي. وانا المحب ومهجتي لا تنسني عن وجدها وغرامها بمحمد. وانا المحب ومهجتي لا تنسني عن وجدها وغرامها بمحمد. قد لامني فيه العزول ولو ترى نعم الغرام به لكان مساعدي. يا رب صل على الحبيب محمد. يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا امير الانبياء ويا سيد المرسلين. اما بعد، فيا ايها الاحباب، احباب الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامة. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه يوم القيامة، ليس بينه وبين ربه ترجمان. الله هو الذي يكلمه، الله هو الذي يخاطبه، الله هو الذي يحدثك، لا بينك ولا بين الله ترجمان يترجم لك بينك وبين خالقك تبارك وتعالى. ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار، وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ستعرض على ربك، ستعرض على مولاك، ستعرض على مولاك، ستعرضون على الله فردا فردا، وستسألون عن كل شيء حرفا حرفا، وكلهم آت الرحمن عبدا. لقد احصاهم وعدهم عدا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كلكم ساقف بين يدي الله، ستنظر عن يمينك فلا ترى الا ما قدمت، وتنظر عن شمالك فلا ترى الا ما قدمت، وتنظر بين يديك فلا ترى الا النار تلقاء وجهك. فاتق النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار بعمل صالح، اتقوا النار بشق تمرة تتصدقون بها لله جل وعلا. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة. اذا ايها الساهي، ايها
الغافل، ايها العاصي، ايها الظالم، ايها المرتشي، ايها المتكبر على خلق الله، ايها المتعالي على خلق الله، ايها الاكل لاموال اليتامى، ايها الاكل لحقوق الناس، انتبه انتبهوا يا مسلمون، انتبهوا جميعا، ستعرضون الى الله جل وعلا. ما الذي حدث للمسلمين؟ ما الذي حدث لقلوب المؤمنين المسلمين؟ المواعظ كثيرة والعبر كثيرة والكلام كثير، ولكن لا يحركنا واعظ ولا تحركنا عبرة ولا تؤثر فينا موعظة. ما هذا؟ ما الذي حدث؟ اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع البلاء عن المسلمين. ما هذا التطاحن وما هذا التناحر؟ المسلمون يتقاتلون والمسلمون يتناحرون والمسلمون يخططون لانفسهم وللاسلام. ما الذي حدث؟ لا اله الا الله، سبحان الله العظيم، كلكم سيعرض على الله. اذا فانتبهوا، اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار باعمالكم، اتقوا النار باتباعكم لكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. ايها المسكين، ايها المنصرف وراء دنياك، ايها المنصرف وراء هواك، ايها المنصرف وراء شيطانك، تذكر، تنبه، تنبه، تذكر. هل فكرت في اللحظة التي ستنام فيها على فراش الموت؟ هل فكرت في هذه اللحظة اذا من اقترب الساعة الصبح وانتهى الاجل ونمت على فراش الموت واصبحت في اقبال على الاخرة واجبار من الدنيا، الاهل حولك يبكون، الاطفال والاولاد والزوجة يبكون، حار الاطباء في طبك، بذلوا لك كل رقية ولكن لا امل. هنا لم يبق لك الا رحمة الرحمن جل وعلا. انظر اليه، انظر اليه وهو نائم على فراش الموت، تراه تدور عيناه وقد اصفر وجهه وازرقت عيناه وشحب لونه وتفضرق جبينه من العرق وهبط النبض في عروقه وبدأ القلب يتردد. انظر الى هذا الحال، انظر الى هذا الحال المهيب، وهو بين هذه السكرات وبين هذا الفزع وبين هذا الرعب وبين هذا الجزع وبين هذا الخوف، ينظر تارة فيرى من حوله يقتربون، وتارة يراهم يبتعدون، وتارة يستمع اليهم، وتارة لا يستمع اليهم، وتارة ينظر الى الغرفة التي هو فيها تضيق عليه وتصبح كخرم ابرة، وتارة يراها تتسع فاراها فضاء موحشا، وبين الحين والحين يغفل ثم يفير ثم ينظر فيرى ملائكة تقبل اليه من بعيد. يا حسرتي، ما هذه الملائكة؟ ما هم يا ترى؟ اهي ملائكة الرحمة ام ملائكة العذاب؟ يا ترى اتكون حفرتي روضة من رياض الجنة ام حفرة من حفر النيران؟ يا ترى هذا الذي جالس عند رأسي ملك الموت الذي ينتظر انتهاء الاجل، يا ترى هل سيقول لروحي يا ايتها الروح الطيبة اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان ورب راض غير غضبان، ام سيقول يا ايتها الروح الخبيثة اخرجي الى سخط الله وعذابه؟ يا ترى ماذا افعل وماذا اصنع؟ فتثقل عليه سكرات الموت ويثقل ويشتد به الموت فيغفل ويفيق تارة فينظر الى من حوله، الى احبابه، الى اولاده، الى زوجاته، الى اقاربه، الى اهله، فينظر اليهم، يا احبابي، يا اولادي، يا زوجتي، يا اقاربي، هل منكم من يزيد في عمري ساعة او ساعتين؟ هل منكم من يزيد في عمري ساعة او ساعتين؟ حجوني باعماركم، لا تتركوني وحدي،
ولا تفردوني في لحدي الى من تتركوني، لا تتركوني ولا تذهبوا عني ولا تخرجوا من هنا، لا تتركوني، فدوني باموالكم، فدوني باعمالكم، فانا صاحب المال وانا صاحب الجاه وانا صاحب السلطان، لا تتركوني، اتركوني ساعة او ساعتين، لا تدعوني اذهب من بينكم، لا تدعوني اذهب الى القبر. هل منكم من يزيد في عمري ساعة او ساعتين؟ انا ابوكم، انا اخوكم، انا حبيبكم، انا الذي كنت اظهر عليكم الليل والنهار، انا الذي اتيتكم بالاموال، انا الذي بنيت لكم الدور، انا الذي بنيت لكم القصور، انا صاحب المنصب، انا صاحب الجاه، انا صاحب السلطان، انا صاحب الملك. لا تتركوني، لا تتركوني وحدي، لا تتركوني وحدي، فدوني باعمالكم، اعطوني كما اعطيتكم ساعة واحدة، زيدوا في عمري ساعة، زيدوا في عمري ساعتين، لا تتركوني، فانا من انا، انا من انا، انا الذي كانت الارض والناس يقفون بين يدي، انا من انا، انا صاحب الاموال، انا صاحب الملك، انا صاحب السلطان، انا صاحب الجاه، فدوني باعماركم، زيدوا في عمري ساعة او ساعتين، ولكنه في واد والناس في واد اخر، وربما كان من بين الحاضرين ومن بين الباكين من يقول اللهم عجل بموته حتى نأخذ الميراث. لا اله الا الله، لا اله الا الله، اللهم عجل بعمره حتى نأخذ الميراث. يا صاحب الاموال، يا صاحب السلطان، يا صاحب المنصب، يا صاحب الجاه، النفس تجزع ان تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فان ابت فجميع ما في الارض لا يكفيها، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك الا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا باجمعها، فالراح منها بغير القطن والكفن، الراح منها بغير القطن والكفن. ايا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، انسيت لقاء الله واللحد والسرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو ان المرأة لم يلبس ثيابا من التقى، تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو ان الدنيا تدوم لاهلها، لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى، ولكنها تفنى، ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. فادوني باعمالكم يا اولادي، انا ابوكم، انا اخوكم، انا حبيبكم، انا امكم، فادوني باعمالكم. لا 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 نستطيع ان نعطيك لحظة من لحظات حياتنا، لا نقبل ان هذه الصفقة انما هي صفقة خاسرة، انما هي صفقة خاسرة، لا نعطيك دقيقة واحدة. لماذا؟ لاننا نريد الحياة، لاننا نريد الدنيا، لاننا نريد البقاء، اما انت فهيا ارحل، نريد ان نستمتع بالاموال، نريد ان نأكل الميراث. يا جامعا مانعا والدهر يرمقه، مفكرا في اي باب منه يغلقه، جمعت مالا كثيرا، فهل ضمنت له يا جامع المال اياما تفرقه؟ جمعت مالا كثيرا، فهل ضمنت له يا جامع المال اياما تفرقه؟ لا. وهنا بين هذه السكرات، وبين هذه الظلمات، وبين هذا الفزع والرعب، فجأة يرى عن يمينه اباه. من؟ ابي. من اين جئت؟ انني في حاجة اليك، اقبل الي يا والدي، لا تتركني وحدي. لا تخف يا بني، نعم انا ابوك. من اين جئت يا والدي؟ جئتك من عالم الارواح. ابوه الذي مات. يا بني، اذا لقد جئتك بالحقيقة التي لا تعلمها،
ما هي الحقيقة يا والدي؟ الحقيقة يا بني انني جئتك من عالم الارواح ودينك الذي انت عليه دين باطل ومحمد كذاب. يا بني مت يهوديا فانه خير الاديان، او مت نصرانيا فانه خير الاديان. لا يا ابي، ليس هذا هو الدين الحق. يا بني لقد جئتك من عالم الحق. وفجأة تظهر امه على شماله. من امي؟ من اين جئتي؟ جئتك يا بني من عالم الارواح. يا بني اطع اباك، اياك ان تموت على القرآن. فقد ذهبنا الى هناك فوجدنا اهل القرآن في النيران، ووجدنا اهل التلمود واهل الصليب في قيعان الجنان. يا بني اطع اباك، مت يهوديا او مت نصرانيا فانه خير الاديان. فيصرخ: يا ويلتي، من اصدق؟ ابي ام امي ام كتابي ورسولي؟ يا رباه، انا في حيره، انا في حفره. اين عملي؟ اين صيامي؟ اين صلاتي؟ اين قيامي؟ اين تسبيحي؟ اين تذكيري؟ اين ذكري؟ اين حجي؟ اين تعبي؟ يا رب يا رب يا رب دلني، يا رب ثبتني. ماذا اقول؟ ماذا اموت؟ اموت على دين اليهودية ام اموت على دين النصرانية ام اموت على الكتاب والسنة؟ وهنا ان كان من الصادقين، ان كان من المتقين، تتنزل عليه ملائكة الرحمات، تتنزل عليه ملائكة الثبات والتثبيت. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله، ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله، ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ليس القول وحده يكفي. إن الذين قالوا ربنا الله وكفى لا ينفع، لا يجوز. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على الكتاب والسنة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وهنا تتنزل عليه الرحمات، وتتنزل عليه ملائكة التثبيت، وتقول له: إن الذي كان على يمينك وإن الذي كان على شمالك ما هما إلا شيطانان تمثلا إليك بأحب الناس إليك حتى تموت على الكفر وعلى الشرك. وهنا يقبل ملك الموت الذي جلس عند رأسه وينادي على روحه: يا أيتها الروح الطيبة، اخرجي الى مغفرة من الله ورضوان ورب راض عنك غير غضبان. فتخرج روحه سهلة كما يسيل الماء من السقاء، وهنا تصعد روحه الى الله جل وعلا. لا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، ثم ترتقي بها الى الله، لها رائحة طيبة. فتقول الملائكة: لمن تكون هذه الروح؟ فتقول: انها روح فلان ابن فلان. حتى اذا منتهوا بها الى الله قال الله جل وعلا:
يا ملائكتي اكتبوا روح عبدي في عليين. وما ادراك ما عليون؟ كتاب المقربين الى الله جل وعلا، كتاب الصادقين الصديقين. نعم. واعيدوا روحه الى قبره حتى اذا ما دخل القبر نادى عليه القبر وقال له مرحبا بك واهلا، وينتظر وينظر في قبره فارى رجلا شديد بياض الوجه طيب الرائحة، فيقول له صاحب القبر من انت؟ لا يأتي هذا الوجه الا بخير. فيقول له ابشر يا صاحب القبر، الا تعلم من انا؟ انا عملك الصالح، انا عملك الصالح، وهذا يومك الذي كنت توعد به. اذا سألاك الملكان وقال لك من ربك اما نبيك اما دينك، فقل لهما ربي الله حقا ومحمد النبي صدقا وديني الاسلام. فاذا ما سئل قال لهم الله ربي حقا ومحمد النبي صدقا وديني الاسلام، فينادى عليه من قبل الواحد الديان صدق عبدي، فافتحوا له في قبره كمد البصر، وافتحوا له في قبره بابا الى الجنة يدخل اليه ريحها وطيبها. وهنا ينادي صاحب القبر المؤمن في القبر ويقول يا ربي اقم الساعة، لماذا؟ حتى اري اهلي مكانتي عندك في الجنة. هذه الاولى. الثانية، اذا كان من المكذبين الضالين، اذا كان من العاصين الغافلين، اذا كان من المتكبرين الظالمين، ينادى عليك يا ايتها الروح الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وعذاب، اخرجي الى غضب من الله ولعنة. فينزع ملك الموت روحه كما ينزع السفود من الصوف المبلول، كما ينزع السفود من الصوف المبلول، فينتزع معها العروق والدم، تنبعث منها رائحة كأنتن ريح جيفة على ظهر الارض، فتصعد بها الملائكة فلا تفتح لها ابواب السماء. اكتبوا هذه الروح في هذه الروح في سجين كتاب المكذبين الضالين واعيدوها الى القبر. فيدخل في قبره فيقول له لا مرحبا بك ولا اهلا، ويظهر له في قبره رجل قبيح الوجه ربس الثياب نكل الرائحة، فيقول من انت؟ لا يأتي وجهك هذا الا بشر. فيقول له استعد لاسود يوم منذ ان ولدتك امك، فانا عملك السيء، انا ظلمك، انا اكل الحرام، انا الربا، انا اساءة الجوار، انا الغيبة، انا النميمة، انا عملك السيء، وهذا يومك الذي كنت توعد به. يأتيه الملكان من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هو كاذب، هو ضال، هو مضل، اتبع شيطانه، اتبع هواه، اتبع المعاصي، اتبع الدنيا، حرص على الكراسي الزائلة والمناصب الفانية، اعمته الدنيا عن الحق، اعمته الدنيا عن القرآن، اعمته الدنيا عن السنة. فيقال له من ربك؟ ما نبيك؟ ما دينك؟ فيقول لا ادري، لا اعرف لي ربا، ولا اعرف لي نبيا، ولا اعرف لي دينا. فيقال كذب عبدي، افتحوا له بابا الى النيران وضيقوا عليه القبر حتى تختلف اضلاعه، ويظل في قبره في حفرة من حفر النيران الى ان يرث الله الارض من عليها. ففكر يا اخي، فكر يا مسكين، فكر يا ظالم، فكر يا متكبر، يا متعالي على الناس، فكر يا اكل الرشاوى، فكر يا من تاكل حقوق الناس، فكر، فكر، فكر في هذا كله، تدبر فيما تسمع، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ايها الظالمون، ايها الحاقدون، ايها المغتابون، ايها الغافلون، ايها اللاهون الساهون، فكروا، تذكروا وتدبروا. بين غمضة عين وانتباهتها ستطرق الدنيا وتذهب الى مولاك، بين غمضة عين، ربما وانت راكب في سيارتك، ربما وانت تشرب شربة ماء، ربما وانت تأكل لقمة عيش. ولقد سمعت قال الزجال لاخيه مرة
بالسمع تعرف دنياك. الزجال بيقول لاخوه ايش يقف ابن ادم من الدنيا دي؟ قال له شقة لقمة عيش. ايش يقف ابن ادم من الدنيا دي؟ قال له شقة. قال له ايش يقلق منامه؟ قال له بقى. قال له ايش يموته؟ قال له سرقة. قال له ايش يموته؟ قال له سرقة. قال له حدش بايع عليها؟ قال له لا. هذه الدنيا. هذه حقيقة دنياك. تفكر من اي الفريقين ستكون؟ هل سينادى عليك يا ايتها الروح الطيبة؟ ام سينادى عليك يا ايتها الروح الخبيثة؟ فكر في هذا الامر. فكر في هذا الامر. ايا من يدعي الفهم الى كم يا اخي الوقت تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم؟ اما بان لك العين؟ اما انذرك الشيء وما في نصحه ري؟ اما نادى بك الموت؟ اما اسمعك الصوت؟ اما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم؟ فكم تثير في السهو وتختال من السهو وتنفض الى اللهو كأن الموت ما عم؟ كأني بك تنحط الى اللحد وتنغط وقد اسلمك الرهط الى اضيق من سم في القبر. هناك الجسم ممدود ليستأكله الجود الى ان ينخر العود ويمصي العظم قدرا. فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الطير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليم. بذا اوصيك يا صاح وقد بحثك من باح فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. وصرق الله اذ يقول كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. وفتح السجل وفتح الملف وفتح الكتاب واذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله العظيم. كلا إذا بلغت التراقية وصلت إلى الترقوع وقيل من راه؟ من الذي ينقذه من الموت؟ من الذي يرقيه؟ أو من الذي يرقى بروحه إلى الله؟ والتفت الساق بالساق لففت في أكفانك البيضاء. هذا هو ما تخرج به من دنياك. هذا الكفن الأبيض البخيص الزهيد الرخيص والتفت الساق بالساق إلى ربك يا
يومئذ المساق. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. العودة والمال الى الله، هل فكرت في هذا؟ ثم هل فكرت يوم ان ينادى عليك في قبرك يا ايتها العظام الناخرة ويا ايتها الاجسام البالية، قومي لفصل القضاء بين يدي رب الارض والسماء. هل فكرت؟ فتخرج من القبر حافيا عريانا، الشمس فوق رأسك، الملائكة تصرخ ويقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، والانبياء يقولون اللهم سلم سلم، والناس يذهبون الى الانبياء اشفعوا لنا عند ربكم ليقضي بيننا. هل فكرت في هذا الموقف وانت واقف في حسرة في ذهول في رعب وفجأة اين فلان ابن فلان؟ انا المخصوص بالدعاء والنداء. نعم، ماذا تريدون؟ اقبل الى عرش الواحد الديان، اقبل للعرض على محكمة عليا قاضيها الملك، محكمة لا تقبل رشوة ولا تقبل محسوبية ولا تقبل محاماة ولا تقبل استئنافا للاحكام، لان قاضيها ملك الملوك. لا ظلم اليوم، ان الله سريع الحساب. فتتخطى صفوف الملائكة وصفوف الانس وصفوف الجن، وفجأة حتى اذا ما انتهت الصفوف وجدت نفسك بشحنك ولحمك ماثلا بين يدي الله جل وعلا، فتعطى صحيفتك ويكلمك ربك ويقول اليست هذه هي اعمالك؟ هذه هي صحيفتك، هذه الصحيفة التي لا تغادر بلية كتبتها ولا مخباة افرتها، فكم من مصيبة قد كنت نسيتها ذكرك الله اياها، وكم من معصية قد كنت اخفيتها اظهرها الله لك وابداها. فيا حسرة قلبك على ما فرطت من طاعة ربك، فيقال لك انظر فتنظر الى يمينك فترى اعمالك، انظر فتنظر الى شمالك فترى اعمالك، انظر فتنظر بين يديك فترى النار، وتكسى من صرابيل القطران اذا كنت من المكذبين الضالين، واذا كنت من المؤمنين الفالحين. سوف تأخذ كتابك بيمينك وتمشي في ارض المحشر فرحا سعيدا، وانت تقول واما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابي ولم ادر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، انه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحط على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئون. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الاحشاء حيرانا،
والنار تنهب من غيظ ومن حلق على العصاة. ورب العرش غضبان، اقرأ كتابك يا عبدي على مهلي، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته، واقررت اقرار من عرف الاشياء عرفانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا، وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يلتهب، والموحدون بدار الخلد سكانا. لا اله الا الله، لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله قولوها، لا اله الا الله يشفر بها كسري، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت. افعل ما شئت، افعل ما شئت كما تدين تدان، افعل ما شئت كما تدين تدان، افعل ما شئت كما تدين تدان. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فكر والله اننا في حسرة، والله انه العار والشنار ان يكون هذا هو حال امة محمد، امة محمد الذي بين ايديها الكتاب والسنة، ويكون هذا حالهم. انه للعار، وانه للشنار، وانه للضلال والاضلال. فكر 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 يا اخي، فكر. والله لن تنفعك دنياك، والله لن تنفعك دنياك، والله لن ينفعك هواك، والله لن ينفعك مالك، والله لن ينفعك اولادك، والله لن تنفعك زوجتك، والله لن ينفعك منصبك، لن ينفعك جاهك، لن ينفعك الا عملك الصالح، الا كلمة طيبة، الا صلاة لله، الا زكاة لله، الا صوم لله، الا عمل صالح. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقم كما امرت على الكتاب والسنة، هذا هو الذي سينفعك. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، والثلاث هذه كلها خير: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. اتق الله، اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. فكر في لحظات الموت، وفكر في لحظات البعث من القبور، وفكر بعدها وانت واقف في ارض البعث والنشور، الى اين ستذهب؟ الى الجنة ام الى النار؟ هل ستصير الى جنة عرضها السماوات والارض، ام ستصير الى نار حامية، نار تتلظى، نار تصفر، نار تتميز من الغيظ على العصاة، نار وقودها الناس والحجارة تنتظرك اذا كنت عاصيا لله؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله الها اخر، قل لا اله الا الله، الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. لا اله الا الله. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل يحموم، لا بارد ولا كريم،
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا كنا ترابا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. فكر، هل أنت ستكون من هؤلاء أم ستكون ممن قال الله فيهم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم نجنا من عذاب النار. اللهم نجنا من عذاب النار. اللهم احفرنا تحت لواء نبيك المختار. اللهم احفرنا تحت لواء نبيك المختار. اللهم اصفرنا ولا تصبحنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم كلنا ولا تكن علينا. اللهم لا ترى لأحد منا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا هما إلا فرجته ولا ميتا إلا رحمته ولا عاصيا إلا هديته ولا حاجة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. يا رب اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم توفنا في ارض حبيبك. اللهم اصلح بين المسلمين وألف بين قلوب المؤمنين واجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا واجعله سخاء رخاء يا رب العالمين وأوفق ولاة أموره للعمل بكتابك والاقتداء بشرع نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم جميعا مما يستمعون القول فتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقموا الصلاة. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله.
ندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لن نعصي الله ابدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. صلوا على رسول الله. الحقيقه يا جماعه اذا كنا احنا اتكلمنا في الخطبه كلام شديد فيه ترهيب، الا ان الحمد لله كان فيه ترغيب. فالخوف ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه. الخوف مش معناه ان انا اعيط وامسح عيني واخرج واقول خلاص احنا كنا في الجامع ودلوقتي بينا بره. لا، الخوف الحقيقي ليس الخائف من بكى ومسح عينيه، ولكن الخائف ما يترك ما يخاف ان يعاقبه الله عليه. يبقى الخوف عمل. الخوف ايه؟ عمل. ما تروح كده وتصلي على النبي. الخوف سلوك، الخوف تصديق. ولذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم: ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. سمعنا الصلاة كده على النبي. شوف النبي قلت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه، بيقول ايه لما سئل وقالوا له: يا رسول الله، مما كانت صحف موسى عليه السلام؟ صحف موسى كانت عبارة عن ايه؟ فقال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم: كانت عبرا كلها. كلها ايه؟ عبر. كانت عبرا كلها، وكان فيها اللي كان من ضمن اللي موجود في صحف سيدنا موسى: عجبت لمن ايقن بالموت ثم هو يفرح. بتصلى على النبي. عجبت لمن ايقن بالموت ثم هو يفرح، وعجبت لمن ايقن بالنار ثم هو يضحك، وعجبت لمن ايقن بالقدر ثم هو ينصب، وعجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها باهلها ثم اطمأن اليها، وعجبت لمن ايقن بالحساب غدا ثم لا يعمل. رواه ابن حبان. وسيدنا الحسن البصري مرة على شاب لقاه بيضحك. الشاب عمال يكهكه قوي ومبسوط. فالحسن البصري بيسأله لما لقاه كده عايز يضحك، قول له: يا بني، هل مررت على الصراط؟ قال له: لا. قال له: انت مشيت على الصراط يا ابني؟ قال له: لا. قال له: هل تدري الى الجنة ام الى النار ستصير؟ انت عرفت انت من اهل الجنة ومن اهل النار؟ قال له: لا، ما عرفتش. قال له: تب، فيما الضحك هذا اذا؟ بتضحك ليه يا حبيبي؟ لما انت عارف ان انت مشيتش على صراط ولا عارف انك هتروح جنة ولا نار، هايط ومفقطط وفرحان كده ليه؟ ما تصلوا عليه يا رجال. الدنيا زي ما قلت لكم في الخطبة، يعني سبحان الله، تلخيصها في الكلمتين اللي قلتهم، اللي هم كلمتين بتوع الزجال دول، كلمتين جميل وجمال قوي. راجل بيقول لاخوه: ايش يا ابو ادم من الدنيا دي كلها؟ قال له: شقه لقمه عيش يا كل كده ليه؟ والله العظيم انت لو في صحراء ومعاك يعني كنز من الذهب في صحراء، والله ما ينفعك. هتاكل ذهب لو بعت؟ هتاكل ذهب؟ لا، انما عاوز طعام لقمه عيش تاكلها. فبيقول له: ايش يا ابو ادم من الدنيا دي؟ قال له: شقه لقمه عيش. قال له: ايش يقلق منامه؟ قال له: بقى. ربنا يسلط عليك بقى طول الليل، والله ما تنام، برغوت بس، مشكله ولا ايه؟
ايش ياض نادم من الدنيا دي؟ قال له سعد. ايش يقلق منامه؟ قال له بقى. قال له ايش يوقعه؟ قال له زقه. قال له ايش يموته؟ قال له شرقه. قال له حدش باي عليها؟ قال له لا. هي دي سبحان الله العظيم. النهارده الناس كلها عماله همها على المال وعلى الدنيا. طب بالله عليك بصلي كده على النبي، والله انا قاعد ديك النهار كده وبعدين بفكر، فكرت في كلمة مال وكلمة ذهب وكلمة فضة وكلمة دينار وكلمة درهم. سبحان الله، لو بصيت تجد ان كل اواخر الكلمات دي منهية الى نهاية والى زوال والى فناء. شوف معايا، قول معايا كده كلمة ايه؟ مال اخرها ايه؟ مال يعني الحنة، خلاص مال. وكل ما الانسان يميل بيبقى لاقي ذنب ايه؟ بالانتهاء. فتصلى على النبي امام الواحد ماشي شاب في جوه تمام، وساعة ما ظهره ينحنى ويميل يبقى بيقول له يلا يا حبيبي استعد عشان هتشرف عند ملك الموت. مش كده ولا ايه؟ مال اخره ايه؟ مال. الذهب اخره ايه؟ ذهب. توكل على الله. الذهب اخره ذهب. ها؟ الفضة اخرها ايه؟ فضة. شيء فض وانتهى من زمان. فضة. الدينار اخره ايه؟ نار. الدي قول معاه كده، دي نار اخرها ايه؟ الدرهم اخره ايه؟ هم. درهم. وحي. هي دي الدنيا يا حبيبي. المال اخره مال. والذهب اخره ذهب انتهى. والدينار اخره نار. والدرهم اخره هم وغم واطران. لا اله الا الله. لا اله الا الله. شوف حضرة النبي يقول ايه؟ عشان اصل الخوف مش مطمطة شفايف. لا. الخوف عمل. الخوف سلوك. الايمان يا جماعة مش صلاة وصوم. احنا بنقول 100 مليون مرة بنكرر. الايمان سلوكك وعملك. ايمانك سلوكك وعملك. معاملتك لخلق الله ومعاملتك للناس. فسبحان الله، ما تبقاش بتصلي وانت ظالم للناس. ما تبقاش بتصلي وانت فلوسك في البنك بتاكل من الربا. ما تبقاش بتصلي وانت بتاخد رشاوة. ما تبقاش بتصلي وانت واكل حقوق الناس. ما تبقاش بتصلي وانت هاضم لحقوق خلق الله تبارك وتعالى. ما تبقاش بتصلي وانت بتاكل لاموال اليتامى ظلمة. ما تبقاش بتصلي وجارك مش طايق يفتح شباك ولا باب من مساوئك. ما تبقاش بتصلي ولسانك ملوث بغيبة اخوانك من المسلمين. ما تبقاش بتصلي وقلبك مليان حقد وحسد على خلق الله. هو الاسلام كلام؟ هو الايمان كلام؟ لا، ده الايمان والاسلام سلوك وعمل. شوف النبي يقول لك ايه في الحديث المروي عن انس بن مالك والذي رواه امام الترمذي وقال حديث حسن، يقول صلى الله عليه وسلم: والله العظيم لو سمعت الحديث ده وعملت به بكفايه عليكم من الدنيا دي كلها. حديث جميل قوي. بقول للناس اللي عماله واخدها شمال يمين من طنطا لاسكندريه للقاهره ولف ويرجع لزوجته اخر الليل يقول لها هات لي لقمه، والله ما حطيت الاكل فوق طول النهار. طب اجيب لك تصلي؟ يقول لها معلش بقى اصل انا تعبان النهارده، ربنا غفور رحيم. صلى على حبيب النبي. خلي بالك، شوف النبي بيقول ايه: من جعل الهموم، من جعل الاخر، من كانت الاخره همه. لو الاخره هي همك، ده في حديث ثاني، في حديث ثاني بيقول: من جعل الهموم هما واحدا هو هم اخرته كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم، هم الزوج، هم الاولاد، هم المنصب، هم الكرسي، هم الجاه، هم من تشعبت به الهموم لم يبال الله به في اي اوديه الدنيا هلك. ده حديث مروي في مسند الامام احمد. انما الحديث المروي في صحيح الترمذي عن انس بن مالك النبي يقول: من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه. خلي بالك، خلي بالك يا حبيبي الكلام الجميل ده. من كانت الاخره همه جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله واتته الدنيا وهي راغمه. وحي.
في الكلام. من كانت الآخرة هم ربنا يعمل له ايه؟ جعل الله غناه في قلبه. ليس الغنى عن كثرة المال والعرض، ولكن الغنى غنى الايه؟ غنى النفس. ليس الغنى عن كثرة المال والعرض، ولكن الغنى غنى النفس، ولا يملا عين ابني ادم الا التراب. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. الغنى يبقى في القلب. واتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تكيله، لان الدنيا بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. انت لا تملك دنيا. اوعى تفتكر انك يعني ربنا اداك شوية فلوس ولا اداك منصب ولا